لسه جايه من بره وقلت اعمل معاكم روتين بشرتي وانا راجعه من يوم حر وصهد وشمس، وحرفيا بشرتي اتحرقت. فهوريكم بعمل ايه علشان احاول ان انا احافظ على نضاره بشرتي طول الصيف وما تبقاش غامقه. كنت عملت لكم فيديو قبل كده روتين بشرتي النهاري بس وانا قاعده في البيت. المره دي بقى هنعمل الروتين وانا لسه راجعه من بره، فهقلع النضاره وعشان انا حاطه ميك اب وحاطه صن بلوك والكلام ده كله والحاجات دي عشان نشيلها ونتاكد ان البشره نظيفه تماما. لازم نستخدم مايسلر ووتر او اي مزيل مكياج عامه، فانا هستخدم القطن بتاع فيلفت ده. كان كام واحده؟ كانوا كتير كده وكان سعرها تقريبا 50 جنيه. وهستخدم المايسلر ووتر بتاعه كليو عشان امسح المكياج كله من على عيني ومن على وشي، وبتساعد كمان ان احنا نشيل الصن بلوك. انا في العادي بستخدم يعني ميك اب خفيف قوي عشان الصيف وكده، فمش بحب ان انا احط مكياج تقيل، فهتلاقوا القطنه اللي بيطلع عليها خفيف قوي على عيني. المفروض ان انا اسيبها كده وبعد كده امسح، بس انا طبعا يعني بعمل حركات عشوائيه كتير، مش حركات مثاليه قوي. يعني بحاول اتاكد ان انا شلت الايلاينر والمسكره كويس عشان لما اجي اغسل وشي ما اطولش قوي والاقي ان في بواقي كده قعدت عند عيني، فبتاكد بالقطنه والمايسلر ووتر ان انا شلت كل حاجه. بس كده عملت وشي، فجه الوقت بقى اللي انا اغسل كل ده. وبما ان انا كنت حاطه ميك اب وصن بلوك وعرقت وكان فعلا الوضع صعب قوي، لازم اعمل دبل كلينزنج طالما انا جايه من بره. لو انا قاعده في يوم في البيت يعني في العادي مش بعمل كده. فانا مش بحب استخدم اويل بيزد كلينزرز، بحب استخدم حاجه تكون قوامها كريمي. الغسول بتاع الترا فير هو قوامه كريمي قوي، هوريكم شكله. طبعا هو اسوأ حاجة فيه ريحته، بس خلينا في النتيجة. وطبعا وشي بيكون مبلول، وببدأ ان انا اسيح الميك اب كله من على وشي كخطوة اولى. بفضل ان انا اغسل كده لمدة 60 ثانية وبعد كده بشطفه بالمية. بعد ما بعمل خطوة الغسول الكريمي، لان انا اصلا مش بحب استخدم قوي غسول زيتي، والمفروض انها بتسيح كده الميك اب والعرق وكل حاجة، بتحس ان انتوا فريش كده بعد ما بتخلصوها. بحب ان انا اغسل سناني في النص كده قبل ما اعمل خطوة الغسول المرة التانية. وفي المرة التانية لازم استخدم حاجة فيها ساليسيليك اسيد، فبستخدم بتاع ستارفيل. وعملت لكم الروتين بتاعي اللي في العادي دوت، وقلت لكم قد ايه ان انا بحب الغسول ده وقربت اصلا اخلصه. وده في الصيف بالنسبة لي بينقذ بشرتي، انا مش بهزر، لان هو فيه زيت شجر شاي ومضاد للبكتيريا وبيساعد ان انا اتخلص من الحبوب. وبعمل بقى مساج لبشرتي لمدة دقيقة وممكن اكتر كمان عشان احس كده ان انا بشرتي نطفت من اعماقها، لان انتوا مش متخيلين الجو عامل ازاي. الجو صعب قوي قوي المرة دي، والصيف مش عارفة السنة دي عامل كده ليه. حاسة ان هو كل سنة ما كانش بالشكل ده. فساليسيليك اسيد ارجوكوا عشان هيغير في بشرتكوا كتير. انا كده خلاص غسلت وشي، هنشف وشي بقى بالمناديل عشان مش بحب اعمل بالفوطه عشان ما تنقلش اي بكتيريا للوش. وزي ما قلت لكم انا بغسل بالغسول الكريمي الاول، وبعد كده بغسل سناني، وبعد كده بستخدم الغسول بتاعي اللي هو بالساليسيليك اسيد. السبب ان انا بخلي خطوه غسيل السنان في النص، لان لازم بعد ما استخدم المعجون لازم حوالين بقي يبقى نظيف. فلما باجي استخدم الغسول اللي هي كخطوه تانية يعني، بيخلي ان اي بواقي معجون سنان تتشال، فده بيضمن لي 100% ان منطقه حوالين الشفايف ما تغمقش. عشان من اكتر الاسباب اللي بتخلي المنطقه دي كلها تغمق هي معجون السنان. دلوقتي بقى هنعمل الباقي بتاع روتين البشره. هستخدم كريم العين بتاع بايونكس عشان هو تحفه جدا للهالات، ومش اول مره اكلمكم عليه، وده اكتر كريم نافع معايا الفتره دي. فباخد حته صغننه كده واعمل كده وابدا احط حوالين عينيا. بما اني بقى ناوية استخدم الاكراتين، فكريم العين بيعمل زي حاجز كده ما بين منطقة العين والاكراتين عشان ما يعملش مشاكل ويعمل بقى حبوب تحت العين والحاجات دي كلها. وانا كنت عاملكوا فيديو كامل ازاي نستخدم الاكراتين للمبتدئين، انا عشان بقالي اكتر من سنة بستخدمه فالموضوع مختلف بالنسبة لي شوية. المهم لو انت مش زي يعني لو انت مش مبتدئه زي استخدمي كريم العين الاول وبعد كده نستخدم الليب بولم. انا هستخدم بتاعه فازلين دي، طبعا مقاطعه فما تستخدموهاش، بس انا عايزه استخدمها عشان هي اللي عندي دلوقتي فيها شويه لون فهحط منها. استخدموا اي ليب بولم عندكم يعني، بس يعني دي اللي عندي فانا هحطها دلوقتي. عايزه اقول لكم هي مش مبهره في اي حاجه، فاللي عمره ما جربها قبل كده هو بجد ما فاتهوش اي حاجه.
كل اللي انا بس عايزاكم تعملوه ان انتوا تعملوا زي ما اتفقنا حاجز ما بين منطقة الشفايف وحوالين الشفايف والاكراتين، فاستخدموا حاجة قوامها تقيل شوية. فانا استخدمت الفازلين دي عشان قوامها تقيل سيكا، لكن حتى لو استخدمتوا فازلين العادي اللي هو الشفاف ده قشطه. هنستخدم بقى الاكراتين، والاكراتين بقى هيبقى هنا ليه فوائد كتير. مبدئيا عشان الحبوب دي نقطة، لو اثار الحبوب كمان عندك دي حاجة تانية. لو انتي خلاص عديتي 25 زي ومحتاجة حاجة للتجاعيد برضو كويس. يعني بصوا، هو بالنسبة لي خلاص بقى روتين اساسي. بصوا باخد حتة صغننة ازاي، انا شبه تقريبا اخدت من على وش العلبة، وببدأ ان انا ادمجه على خدودي. ركزوا بقى في الحتة دي عشان خاطر لو طلعتوا بره او عملتوا اي مشاكل هيبوظ لكم بشرتكم. ما ينفعش نقرب بالكورنرات بتاعة الوش ولا الشفايف ولا المناخير ولا العين، هو يدوب على الخدود كده. بيساعد ان انا اقاوم الحر والبهدلة اللي بيعملها الصيف والمسام الواسعة والكلام ده كله. بس عايزة اقول لكم على حاجة، ان انتوا ما ينفعش تستخدموه بشكل عشوائي زي ما انا بعمله كده دلوقتي لو انتم مبتدئين، انما انا خلاص عشان بقالي اكتر من سنة بستخدمه اصلا، فالموضوع بالنسبة لي ما بقاش يدي نتائج سيئة، اللي هو لا خلاص بقيت اشوف نتيجة وان انا اقدر استخدمه من غير ما اعمل طريقة الساندويتش. واللي مش عارف ايه طريقة الساندويتش هسيب لكم الفيديو وشوفوه عشان مهم جدا. وبالبواقي كده بحط على المناخير، وبعد كده لازم انضف الباقي اللي على ايدي بالمنديل كويس قوي، وبعد كده ارطب وشي. لازم بقى وانا برطب وشي بعد الاكراتين بالذات ارطب بحاجه طبيه ويكون قوامها تقيل، علشان لو استخدمنا حاجه جل او حاجه خفيفه هيعمل قشور في البشره حتى لو احنا في الصيف. فهستخدم بتاع ابرا مويست لانه تحفه، باخد منه كميه بسيطه تمام، وببدا ان انا ارطب بقى ايه وشي كله. الاكراتين استخدميه لو عندك حبوب تحت الجلد عايزه تقاومي التجاعيد، مسام واسعه، اي حاجه، يعني كل حاجه ينفع لها. فده روتين شامل. بستخدم بقى اخر حاجه وهو الاسنس براو ماسك. ده عباره عن ماسك كده للحواجب، يعني بيرطبها وبيخليها احسن شويه، بيغذيها خصوصا لو انتوا زيي وبتقطعوا في حواجبكم غصب عنكم، فده يعني شويه يبقى لطيف. بس كده دايما الروتين اللي انا بعمله كده وانا مش لابسه النضاره وبقعد اتكلم وبتاع، بحس دايما ان انا تركيزي اضعف بكتير، مش عارفه ليه. المهم يعني فردت شعري، ده كده شكل بشرتي في الصيف. بشرتي ما بتبقاش احلى حاجه، فبحاول ان انا اوصل لاحسن نتيجه ممكنه. المسام عندي بتبتدي تظهر شويه لان المسام هي نتيجه لافراز الزيوت، فبتقبل الامر الواقع. يعني هسيب لكم لينك الفيديو كمان اللي بقول لكم فيه ازاي تتحكموا في شكل المسام قدر الامكان. و بس كده، ده كان الروتين بتاعي. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت وكل الحاجات اللذيذه دي، واشوفكم الفيديو اللي جاي.